من الموت يا الله يا شيخ يا شيخ الله اكبر عبالك يا وحيد اشهد عمت عيني بالله لو فريخات العمره قد عامله لك العباس لدار العمره قالوا فريخات قد عامله بداية دخان كلش بسيط يعني السيطرة عليهم بطفاء هاي البسيطة كلهم شردوا المنتسبين حتى الشرطة شردوا ورا ماكو دقائق صار انفجار بخلف المستشفى مصفر انفجار كلش قوي بعدها انتهت العزل كله انتهى ما ورا ساعة يلا اجى الاطفاء ومية فوق المية فوق المية ويوم كلها حوالي